الاقتتال والمواجهة والمظاهر المسلحة بشوارعنا اللبنانية عادة جديدة بتطبع فولكلور حياتنا اليومية. نحن لحالنا كجناح عسكري عندنا بنك أهداف عم نمشي عبر أولويات معينة. أكد الراعي في حديث للسياسة الكويتية من سانت لويس أن الدولة هي التي تحمي المواطنين لا الدويلات المسلحة، مضيفا أن مظاهر حمل السلاح توحي وكأننا نعيش في الأدغال. فصل ثاني من مسلسل التفجير والاغتيال بلبنان، المختلف في نوعية المستهدفين وأدوات التنفيذ. قوة الانفجار أسفرت بالإضافة إلى الأضرار البشرية عن أضرار مادية طالت الشوارع والأحياء المجاورة. يتفنن القتلة في تنويع وسائلهم القبيحة والمجرمة. لجأ المجرمون إلى محاولة زرع عبوة في المصعد المؤدي إلى مكتب النائب حرب في شارع سامي الصلح الطيوني. أكيد في عملية تفجير كانت مقصودة، ولا سيما هلا تأكد لي هالأمر، اتصل فيه وزير الداخلية عم بيقول لي إنه جايهم معلومات إنه قد يلجؤون إلى أسلوب تفجير المصاعد في بعض البنيات لاغتيال بعض السياسيين. شخصية لبنانية معروفة رغم الهالة والحماية، منشوفها بالطريق إلى أبواب التوقيف فالتحقيق فالمحاسبة. هو النائب والوزير السابق ميشيل سماحة المتهم بالتورط في قضايا أمنية، ففي توقيت لم يتوقعه أحد داهمت فجر الخميس وفي وقت واحد قوة من فرع المعلومات منزليه في الأشرفية وفي جوار المتن حيث كان يمضي ليلته. أعطي بضع دقائق ليرتدي ملابسه واقتيد بعدها إلى التحقيق. معلومات فرع المعلومات شرارة لتحركات غير اعتيادية، وفي أفق أشرف ريفي علامات مقلقة. أشرفية وتحديدا في محيط مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تحدثت معلومات أمنية عن إمكان وقوع عمليات اغتيال تستهدف قادة أمنيين، هم إما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وإما رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، والدفة تميل إلى الاسم الثاني بحسب المعلومات. بشوف صورة فيها الرئيس نجيب مئاتي عم بحاول بإيدي يعطل نوع من الانقلاب الداخلي بحكومته، وبالإيد الثانية عم بحاول يطفي كتلة النار اللي عم تختلط فيها الأمن والصحة والسياسة. دعوة واحدة في لحظة غضب وحداد كانت كفيلة بإشعال المشهد الشعبي على أسوار السراي الحكومي الذي وضعه آلاف الشبان المندفعين نصب أعينهم هدفا للاقتحام وإجبار ساكنه الغائب نجيب ميقاتي على توضيب حقائبه والرحيل. يتغير الهدف وبتتغير الضحية، لكن معظم المعالم تتشابه بمحاولة ارتكاب جريمة بتهز المنطقة على غرار جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كان لابد من وداع شعبي ضخم للشهيد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل الأول أحمد صهيوني، وليس في أي مكان بل في قلب بيروت في ساحة الشهداء ساحة الحرية. نعش الشهيدين اللواء الحسن والمؤهل صهيوني حملا على أكف الرفاق في قوى الأمن الداخلي، سلكا المشوار الأخير إلى مدفن خصص لهما بالقرب من ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قلب بيروت في ساحة الشهداء ساحة الحرية. شل حايك، أنت وعدتنا وعن قريب رح تكون ضيفنا بحديث البلد، فنحن موعودين فيك بحلقة خاصة. مشال حايك، رح نحكي عن توقعاتك لها الليلة من حديث البلد، كنت أقول لها السنة لأنه معودين هيك نقول، بس قبل بدنا نتعرف على مشال حايك الإنسان. مشال حايك أنت مواليد 1967، بيت شباب، خلقت ببيت بتألف من ثلاث شباب وبنات، ومن صغرك كنت تشعر بنوع من الحاسة، عرفت كيف تلحقها وتنميها لها الحاسة، وهيك صارت توقعاتك موقع سقت ناس كتير وحققت شهرة عربية ولبنانية ويمكن عالمية واسعة. اليوم يقال أنه ميشيل حايك مستشار شخصيات عالمية وعربية معروفة، ومن بين رؤساء وملوك وأمراء ومسؤولين كبار. شو صحة هالمعلومات؟
أكيد في شيء منا باستثناء الملوك أول شيء، وبعدين ما فينا نستعمل كلمة مستشار. تعرفي ليش الملوك لا؟ ما حصل الشرف لحديت هلا. لا أنا بحب أحكي كل شيء، حط كل شيء بموقعه. نعم. بعدين الأشخاص اللي أنا معهم بتبلش الخبرية بيسمعوا عني، بيكونوا عرفوا شافوا شيء مميز أو بحبوا يستوضحوا هالأمور، بتبلش باتصال فلقاء فموعد بيقول.